أوقات بيبقى فيه طالب شاطر ومجتهد ومع إن ظروفه صعبة بس بيكافح عشان ينجح، مش بس كده هو فعلا مؤهل إنه ينجح ويبقى في مكانة كويسة، بس أبو الطالب ده مهمل ومش واخد باله من ابنه ومصر يفشله في حياته. سوزوكي ديزاير، الطالب الناجح اللي أبوه واخده لطريق الفشل. دايما في سؤال بيرن في وداني، ليه سوزوكي مع انها بتقدم عربيات اقتصادية كويسة وبتهم شريحة كبيرة من المستهلكين لكن مش بتنتشر بالشكل اللي تستحقه؟ الرد على السؤال ده هنعرفه في الحلقة واحنا بنتكلم على العربية. قبل ما ابتدي الحلقة عايز اقول ان في شوية اسئلة وصلتني من المتابعين للصفحة، بعد ما استعرض العربية بالكامل هيبقى في فقرة في نهاية الحلقة هذكر فيها اسئلة حضراتكم كل شخص باسمه وهرد على سؤاله. الهدف من الفقرة دي ان المعلومة توصل للجميع مش لصاحب السؤال بس، عشان الفايدة تعم على الكل. ياريت تبقوا تقولولي في الكومنتات لو الفقرة دي عجبتكم نكملها ولا اكتفي بالرد عليكم في الكومنتات بس وبلاش اكررها تاني. سوزوكي ديزاير هي العصفورة الاقتصادية اللي جاية مصر موجهة للفئة اللي بتدور على عربية كويسة بسعر معقول وباكج كويسة. هي عربية شبابية تصميمها لطيف، كمالياتها كويسة جدا في الشريحة السعرية دي تحديدا. دخولها السوق بيخلق منافسة، وكتر ما كترت المنافسة في الشريحة السعرية دي كل ما بقى ده أحسن للمستهلك. تعالوا بقى نبتدي الحلقة عشان نتعرف على العربية دي بأدق تفاصيل. هنبتدي زي ما تعودنا بالتصميم الخارجي. في المجمل العربية بتقدم تصميم جيد، لا هو تصميم عفى عليه الزمن ولا هو تصميم ثوري ومختلف، نقدر نقول عليه ان هو تصميم متوازن مريح للعين وانسيابي بشكل كبير. العربية نازلة حاليا بفيس ليفت من فئتين، الاختلافات بين الفئتين قليلة وهذكرها وانا بتكلم على كل جزء في العربية. هنبتدي بالجزء الامامي اللي بيتوسطه الشبكة الامامية ولوجو سوزوكي بحجم كبير. الشبكة الامامية في الشكل القديم كنت بتحس انها على شكل بق بيضحك كده، لكن شكلها اتغير في الفيس ليفت وبقى حجمها اكبر بشكل ملحوظ. الفوانيس حجمها كبير نسبيا مقارنة بحجم العربية ومصحوبة لورا شوية. الفوانيس بتيجي اضاءتها بالكامل من الهالوجين. ننزل لتحت شوية هنلاقي الفوج لايت وبيكون برضو من الهالوجين. نهاية الاكسدام من تحت في جزء بارز شوية على شكل ديفيوزر عشان يدي احساس بالرياضية والعصرية نوعا ما. نيجي للجزء الجانبي بنلاقي فيه اول حاجة جانتل سبور بشكل رياضي من لون واحد ومقاسه بيكون 15 بوصة. بعد كده المرايات بحجم معقول جدا وبيكون فيها اشارات جانبية وبتكون ضبط كهرباء وضم كهرباء. العربية بتكون مزودة بخاصية الدخول بدون مفتاح، والخطوط الجانبية للعربية بشكل عام انسيابية وناعمة. اخيرا الجزء الخلفي اللي بشكل كبير تقليدي، وفي محاولة لتحسين التصميم زي الحية الكروم اللي بعرض الشنطة وفانوس الستوب اللي فيه جزء ليد وجزء هالوجين. العربية مساحة الشنطة فيها معقولة جدا على حجمها وبتكون مساحتها 378 لتر. الكراسي الخلفية غير قابلة للطي وبالتالي مساحة الشنطة مش بتكون قابلة للزيادة هي كمان. العربية مزودة بحساسات ركن خلفية، وفي الفئة التانية بتكون مزودة كمان بكاميرا، وده آخر اختلاف بين الفئتين في الجزء الخارجي. أبعاد العربية بتكون الطول 4 متر، العرض 173 سنتي، الارتفاع 151 سنتي. الخلوص الارضي للعربية بيكون معقول جدا وبيكون 14 سنتي ونص. هنتنقل بعد كده للتصميم الداخلي. التصميم الداخلي بشكل عام مقبول جدا، مفهوش افتكاسات او فلسفة. وانت بتتفرج على العربية في بداية ال 200 الف مش بتبقى متوقع خامات عالية، وده بالظبط اللي حاصل في الديزاير. العربية بالكامل من الداخل خاماتها بلاستيك، مقدرش اقول انه رديء بس برضو مش بلاستيك طري. التطعيم الوحيد القماش بتلاقيه في مسند الباب الامامي، والدريكسيون المفترض انه مكسي بالجلد بس هو جلد بلاستيكي شويه. البلاستيك الاسود بيكسر حدته شويه حاليات من الكروم في مقابض البيبان وفتحات التكييف والطابلو. فرش العربيه بالكامل بيكون من القماش. بشكل عام مقارنه بالسعر التصميم والخامات الداخليه معقوله، بس برضه ما تفاجئناش باي لمسه او خامه مميزه عن ما هو متوقع بالفعل. هنتنقل بعد كده للكماليات والراحة. هنبتدي بالجزء الخلفي. مساحات العربية الخلفية صغيرة بشكل كبير، هتناسب الناس متوسطة الطول والوزن، لكن لو حد طوله أو وزنه كبير شوية مش هيبقى قاعد مرتاح، ولو زاد عدد الركاب عن 2 في الخلف
هتبقى برضو القعدة مش مريحة. مساحات العربية من وجهة نظري تناسب عيلة صغيرة نوعا ما. الكنبة الخلفية بتكون مزودة بمسند وسطي، والكونسول الوسطي بيكون مزود بفتحات تكييف، وهي عبارة عن مروحة بتنقل الهواء من الجزء الأمامي للجزء الخلفي، مش فتحات تكييف فعلية. كمان بيكون في مخرج 12 فولت ومساحة تخزين صغيرة قوي وراها. هنطلع لقدام هنلاقي ان اول اختلاف داخلي بين الفئتين هو الشاشة. الفئة الاولى بتكون بكاست عادي، اما التانية بتكون بشاشة 8 انش. نظام تشغيل الشاشة نظام مبسط ما فيهوش برضو شيء مميز، لكن بيدعم اندرويد اوتو وابل كار بلاي، ودي حاجة كويسة. تحت الشاشة بنلاقي زرار التكييف بيبقى اوتو وزون واحد، تحت منه فتحتين، اليمين بتكون USB و AUX والشمال بتكون مخرج 12 فولت. تحتهم فتحتين لكاب هولدرز، وراهم عصاية الفتيس اللي بتكون مطعمة بالكروم وقعدتها ليها فريم من الكروم، والقعدة نفسها من البلاك بيانو. الفتيس ده عليه لغط كتير، هو عشان تكنولوجيا جديدة علينا بتقدمها سوزوكي. هو فتيس بيجمع ما بين المانيوال والاوتوماتيك بحيث انه يديك افضل ما في الناحيتين. تقدر تقول ان هو فتيس مانيوال بس بينقل بدون دبرياج او تدخل منك، ده بيقلل من اعطاله وبيخليك فتيس اقتصادي بشكل كبير. الاختلاف الوحيد اللي هتلاقيه بينه وبين الاوتوماتيك العادي ان ما فيهوش مكان لعلامه البي او الباركينج، على عكس الفتيس الاوتو انت مجرد بتحطه على الان وترفع الهاند بريك لما بتيجي تركن. الحاجه الثانيه في الفتيس ده ان نقلاته محسوسه شويه، مش ناعم قوي، لانه زي ما قلنا هو اقرب للمانيوال منه للاوتوماتيك، بس بشكل عام الفتيس ما فيهوش مشاكل ومفيش داعي للقلق منه. وراه بنلاقي دراع الهاند بريك وبيكون عادي مش كهرباء. العربيه ما فيهاش مسند وسطي بين الكراسي مع ان في مساحه كانت تسمح بوجوده. بعد كده نرجع للطابلو هنلاقي زرار التشغيل بدون مفتاح الاوتو ستارت ستوب على شماله، ودركسيون العربيه اللي بيجي بشكل رياضي وجميل وماكسي بجلد زي ما قلنا على قده كده شويه، بيكون على شماله زرار التحكم في الصوت والشاشه الوسطيه، تحتهم زراير الرد على المكالمات والاوامر الصوتيه. ورا الدركسيون بيكون العدادات شكلها برضو جميل وبحليات من النيكل واضاءتها مريحه للعين. وسطهم شاشه وسطيه صغيره بتعرض شويه معلومات عن العربيه زي الساعه ودرجه الحراره ومستوى البنزين. على شمال العدادات بنلاقي زرار تشغيل التراكشن كنترول وحساسات الركن. بعد كده في الباب بنلاقي زراير التحكم في الازاز والمرايات وضمها، والازاز بيكون اوتو والباب السواق بس. اماكن التخزين في العربيه كتير بس اغلبها حجمها صغير. اخيرا الكراسي بيكون التحكم في وضعيتها مانيوال مش كهرباء. هنتنقل بعد كده للاداء. هنتكلم عن مواصفات العربيه وبتكون كالتالي: الموتور 1200 سي سي متوصل بفتيس AMT، قدره الموتور 85 حصان عند 6000 لفه في الدقيقه، وعزمه 113 عند 4400 لفه في الدقيقه. وزن العربيه بيكون 895 كيلو. العربيه بتوصل من 0 ل 100 في 13.2 ثانيه. سعه خزان الوقود 37 لتر، ومعدل استهلاك الوقود بيكون حوالي 6 لتر لكل 100 كيلو. طبعا في عربيه في الفئه السعريه دي زي ما قلنا انك مش هتتوقع منها خامات، كمان ما تتوقعش منها اداء. اداء العربيه نقدر نقول عليه انه تحت المتوسط، وده طبيعي. العربيه جايه بتخاطب بالاساس الناس اللي بتدور على التوفير مش الاداء. الناس اللي بتسال هو الموتور ال1200 ممكن يسافر، او هل صغر ودوى ممكن يقلل من عمره؟ الاجابه طبعا لا، والا معنى كده ان العربيات اللي سعتها 800 سي سي هتبقى عربيات لعبه. سعه الموتور الصغيره نسبيا مع قله قدرته الحصانيه وعزمه بيأثر على السحب والتسارع وعزم العربيه في المطالع او وهي محمله. طبعا هتحس بده قوي لو انت جاي من عربيه اعلى، لكن بالنسبه للناس اللي بتسوق جديد مش هتحس بده قوي. طيب هل ضعف الاداء ده ممكن اعتبره عيب؟ الحقيقه لا، العربيه مش بتضحك عليك ومش بتحاول تخدعك، هي صريحه جدا من اول تصميمها لحد ارقامها، فما فيش مجال للخداع هنا. ثبات العربيه متوسط، وما انصحش حد يزود عن 120 او يحاول يتشقى بيها وياخد غرز وبتاع. العربيه فيها وسائل امان معقوله، بس برضو ما ننساش صغر حجمها ووزنها. توجيه العربية متوسط، مش دقيق قوي ولا ضعيف، ما تقلقش منه، لكن طبعا ما هوش رياضي. بالنسبة للعزل اقدر اقول انه تحت المتوسط، وده متوقع برضو بسبب قلة الخامات المستخدمة في العربية. هنتنقل بعد كده الباكج الامان الموجودة في العربية، وبتتكون من ABS, ABD وعدد 2 ايرباج، نظام المساعدة على صعود الارتفاعات هيل ستارت اسيست، ونظام تثبيت مقعد الاطفال ايزوفيكس. العربية ملهاش تقييم على يورو انكاب، مع ان اختها الصغيرة السيفيك دخلت الاختبارات وحصلت على 3 نجوم. الباكج دي نقدر نقول عليها انها البيزك، يعني هي بتقدم الاساسيات مش اكتر، ولكن تظل مقبولة بشكل كبير في الفئة السعرية دي. هنتنقل بعد كده للقيمة. السؤال الاهم اللي بيشغل كل الناس، هل العربية بتقدم قيمة مقابل سعر كويسة؟ خلينا الاول نتكلم شوية عن وضع العربية ووكيلها في السوق. وكيل سوزوكي مع انه بيقدم عربيات اقتصادية كويسة، بس هو واحد من اضعف التوكيلات الموجودة في السوق، وسايب موزع ليه هو اللي بيتحكم في عربياته، امتى تيجي واي عربية اللي تيجي
وتحط عليها اوفر برايس قد ايه، وتحس ان هو واخد الوكاله من الباطن ليس الا. ده بيأثر على ايه بقى؟ بيأثر على عدم توافر العربيه وانقطاع وجودها في السوق لفترات زي ما حصل قبل كده مع ديزاير نفسها ومع عربيات تاني من سوزوكي برضو، وبيأثر على سعر العربيه لان عدم توافر العربيه بيؤدي لوجود اوفر برايس عليها وصل حاليا ل 25000 جنيه، وبرضو بيأثر على توافر قطع الغيار. تذبذب العربيه وعدم وجودها بشكل مستمر في السوق مش بيشجع تجار كتير انهم يوفروا قطع غيارها. العربية ولو ان الاعلان الرسمي تم عنها لكنها غير متوفرة حاليا، وتروح تحجز مع التوكيل يقولك احجز مع الموزع، والموزع يا يديك فترة انتظار مفتوحة ما تعرفش هتستلم امتى بالظبط، يا اما يحط اوفر برايس ومبالغ فيه جدا زي ما قلنا على العربية بالسعر والباكج دي. عشان كده قلت في اول الحلقة ان عربيات سوزوكي طالب مجتهد بس مسؤول عنه اب مهمل. عربيات سوزوكي ممكن تبلع حصة كبيرة من حصة مبيعات الفئة الاقتصادية في السوق لأنها بتقدم إجماليا قيمة كويسة، وده إجابة السؤال. العربية بسعرها الحالي اللي هو 205 ألف للفئة الأولى و213 للفئة الثانية وبالباكج اللي بتقدمها مع اسم سوزوكي بتقدم قيمة مقابل سعر كويسة جدا، لكن تيجي بعد كده تحط على السعر ده 20 أو 25 أو حتى 5000 زيادة، يبقى تهريج من اللي بيبيع وآسف في اللفظ سفه من اللي بيشتري. أعتقد قدامنا 3 شهور لو العربية وضعها مستقرش في السوق وتوفرت بالشكل الكافي فرص منافستها في السوق هتقل، ولو فضل حجزها فترات طويلة وبرضو استمر الأوفر برايس عليها يبقى فرصتها تقريبا هتنعدم. كده هنكون خلصنا فقرة القيمة وهنوصل لآخر فقرة معانا وهي فقرة الأسئلة. أول سؤال معانا من أستاذ محمد محسن بيسأل عن توافر قطع الغيار وأسعارها، وهل في نفس الرينج السعري ال 200 ألف خيارات أحسن؟ بالنسبة لقطع الغيار هو أنا زي ما قلت هي مش متوفرة بأحسن حال وما هياش فيها أزمة، يعني نقدر نقول إن توافرها في الرينج المتوسط. الرينج السعري ده موجود فيه سوزوكي سويفت ما هياش مختلفة كتير، وفي برضو الساجا الجديدة. مشكلة الساجا جديدة ان الفئة البريميوم او اعلى فئة فيها برضو فيها نفس المشكلة ومش متوفرة في السوق. اعلى شوية بتلاقي الفئة الاولى والتانية من ام جي 5. تاني سؤال من دكتور باسم بيسأل عن برضو توافر قطع الغيار، جاوبنا عليه. تمن السيارات الدورية لسه ما فيش حاجة رسمية نزلت فما عنديش معلومة عنها، ومقارنة بينها وبين البروتون ساجا. انا شخصيا بفضل البروتون ساجا عن الديزاير. تجربتي مع البروتون بشكل عام ان ثباتها احسن وادائها افضل. البروتون ساجا بس فيها عيب واحد ان اسعار صيانتها وقطع غيارها في التوكيل اعلى شوية، لكن الصيانات والقطع الغيار بقت متوفرة برا التوكيل. استاذ احمد حسن ابو الغيط بيسأل فيها ثبات الكتروني ومساعدة المرتفعات ولا لا؟ فيها في موديل 2021. وهي الافضل ولا الساجا؟ انا قلت ان الساجا اعلى فيها افضل. بعد كده أستاذة مروة برهان بتسأل السعر، أنا قايل السعر في الفيديو، أبعاد العربية قايل برضو أبعاد العربية، قطع الغيار اتكلمت عليها، استهلاك البنزين مذكور في الفيديو، إيه الأفضل الديزاير ولا السويفت ولا البالينو؟ البالينو لسه ما فيش أي أخبار عنها، هتيجي بس إمتى مش معلوم قوي. الديزاير أو السويفت على حسب، يعني هما تقريبا العربيتين عربية واحدة، واحدة هاتش باك واحدة سيدان، فده تفضيل شخصي ليكي، لكن المضمون تقريبا هي على نفس العربية. يمكن البالينو هتكون أفضل شوية لأن مساحتها هتبقى أفضل من الاثنين. الأكبر حجم طبعا الديزاير. أستاذ أسامة الحسيني بيسأل عن التسارع والفتيس أثناء القيادة، أخباره إيه؟ أنا زي ما أنا قلت في الفيديو هي مش هتديك أداء يعني حتى فوق المتوسط، هتديك أداء متوسط فما تحت على حسب حمولة العربية عاملة إزاي، وهي عربية اقتصادية بهورس باور وعزم قليلين فما تتوقعش منها أداء واو يعني. أستاذ أحمد أسترو بيسأل هي مساحة الشنطة الصغيرة تقريبا ممكن تاخد شنط قد إيه وهل المساحة كافية؟ هي المساحة تحت المتوسط برضو، ما هيش مساحة كبيرة تاخد شنط قد إيه، ده معتمد على حجم الشنط. هي يكاد يكون فيها مشكلة إن الكنبة الخلفية ما بتطويش فما بتسمحش حتى إن أنت تزود المساحة بتاعت الشنطة. أستاذ أحمد طحون بيسأل هي ولا اللانسر ولا الساجا؟ لا اللانسر أنا بستبعدها تماما لعدة أسباب اتكلمت عليها كتير، الساجا هتبقى بالنسبة لي من وجهة نظري أنا أفضل. الموتور الصغير ده على المدى البعيد كفاءته هتبقى عاملة إزاي وترشحها لمين وما ترشحهاش لمين؟ أنا اتكلمت على قصة الموتور الصغير دي ما فيهوش أي مشكلة خالص، القصة كلها بتبقى قصة عزم وأداء لكن ملهاش علاقة بكفاءة أو بعمر. أرشحها لعيلة صغيرة أو لشاب وما رشحهاش لو أسرة عددها كبير او الافراد كلهم بالغين. استاذ ابراهيم امام بيقول انا محتار جدا بين العربيه دي وام جي 5، رايك انهي افضل مع العلم ان العربيه دي ب 213
والام جي 5 اول فئه ب 217. انا من رايي الام جي 5 تتفوق عليها في الخامات وفي المساحات، وبالذات لو انت كمان فكرت في الفئه التانية. يمكن الفئه الاولى في الام جي فقيره شويه، لكن بدايه من الفئه التانية الفرق يستاهل ان انت تفكر في الفئه التانية يعني لو تقدر. لكن لو هفاضل ما بينهم لا، الام جي هتبقى افضل. استاذ ايه ارس، اسم غريب شويه كده، من فضلك هتبقى متوفره امتى بدون حجز؟ وكلمنا عن التوكيل بتاعها لان كل الناس مخوفانا منه، وهل هي ولا بيجو 301؟ انا اتكلمت على القصه دي في الفيديو نفسه، وعن التوكيل وعن مشكله الحجز والكلام ده. مش هرشح لك البيجو، انا اصلا ما برشحش البيجو في العادي، بس انا يعني مش هرشح لك عربيه فرنسيه باي شكل من الاشكال، لان انا ما بتكلمش عربيات فرنسيه بسبب المقاطعه. استاذ محمد عطيه بيقول ما تنساش الفتيس بتاعها، انا اتكلمت عليه، وهل هو اعتمادي يعني ممكن يمشي 100,000 بدون مشاكل؟ اي فتيس في الدنيا ممكن يحصل فيه مشكله، عيب صناعه او سوء استخدام يخلي عمره يقل، لكن هو الفتيس ده ما فيش فيه مشكله او عيب عام اقدر اقول لك ان نخاف منه. اسعار وتوافر قطع الغيار والصيانه في المحافظات والاقاليم. بص، المحافظات والاقاليم دايما مظلومه، لو ما عندكش مركز خدمه او توكيل ليه فرع في المحافظه بتاعتك هيبقى الموضوع في الصيانات بالذات صعب. قطع الغيار متوفرة بشكل متوسط، لا هي متوفرة، ما اقدر اقول انها متوفرة بشكل عام، وما اقدرش اقول ان فيها ازمة يعني. اعادة البيع برضو متوسطة، مش احسن حاجة في اعادة البيع ومش اسوأ حاجة، يمكن يشفع لها شوية ان هي عربية ياباني. واخيرا، هل هي داخل المقاطعة حتى لو احجز من الوكيل بسعره؟ لا يعني، لو طبعا هتاخد العربية بسعرها يبقى هنقطعها ليه، بس هي المشكلة دلوقتي ان الوكيل ما بيحجزش، ومدة التسليم بتاعته طويلة، وفي ناس حاجزه من شهر 9 لحد النهارده ما استلموش. استاذ ابراهيم محمد بيقول هي افضل ولا سياز، وهل السياز موجود يعني لو حبيت ابيعها في اي وقت ابيعها؟ واستاذنك عاوزين رايك في سوزوكي سياز. سوزوكي سياز لسه ما فيش دفعات جديده وصلت منها، والعربيات اللي نزلت من فتره طويله كان فيها مشكله شويه في بعض الحاجات، ما اعرفش دي هتتعالج ولا لا، مستنيين العربيه لما تنزل عشان نعرف. هي افضل ولا السياز؟ السياز طبعا هتبقى افضل لانها اعلى سعرا بكتير، وكمساحات طبعا افضل بكتير. استاذة سهام عبد الحكيم بتسال، لو حضرتك هتختار سياره للشراء تقسيط واول مره قياده، تختار بروتون ساجا ولا سويفت ديزاير؟ وهل هتكون متوفره ولا لا؟ واخبار الوكيل ايه، بيقدم خدمات فعلا؟ وهل وسائل الامان معقوله، وهل هي قيمه مقابل سعر؟ طيب، هي البروتون ساجا انا قلت انها افضل. متوفره؟ لا، هي حاليا مش متوفره. اخبار الوكيل اتكلمت عليه في الفيديو، بيقدم خدمات فعلا. الوكيل بشكل عام مش احسن اداء، مش احسن الوكلاء اداء في السوق. وسائل الامان فيها معقوله. هل هي قيمه مقابل سعر؟ في حاله ان انت لو اشتريتيها من غير اي اوفر برايس، لو زاد عليها 1000 جنيه زياده يبقى لا. استاذ احمد فؤاد بيسال، اكتر سؤال يشغل الناس الفهم المحترف اسواقه، هل لو العربيه محمله على الاخر السحب بتاعها هيكون كويس؟ ونفس الكلام لو طلع على الكوبري. لا، مش هيكون كويس، لان عربيه 85 هورس باور و113 عزم، العربية الهورس باور والعزم بتاعها قليلين، فده عمره ما هيديك أداء في عربية محملة ومطالع كوبري يكون يرضيك يعني، لو انت بالذات متعود على العربية بتديك أداء. لو انت هتركب أول مرة عربية لا، مش هتبقى حاسس بالقصة دي قوي. أستاذة هدى كرامة بتسأل، هل لو سوزوكي ديزاير تقدر تسافر مشاوير بعيدة زي مرسى مطروح واسكندرية؟ تقدر تسافر، مفيش مشكلة. ولا هي المشاوير داخل البلد؟ لا، مش داخل البلد بس. دي تقريبا كل الاسئله اللي جاتني، انا اوريدي جاوبت على الاسئله دي في الكومنتات، بس برضه حبيت ان انا اشاركها معاكم بحيث ان الناس اللي عندها اسئله مشابهه توصل لها المعلومه حتى لو ما قريتش الكومنتات. بكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، ارجو انها تكون عجبتكم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه قريب في احسن صحه وفي احسن حال. مع السلامه.